لتنافس واندفاع مهور الوطن عمر السنتين التي لم تربح للتنافس في الشوط الثالث على مسافة 1200 متر بمشاركة 8 مهور رجح ورامق غرير على الله غرنوقة ذوب مهل حجاز هيوفة والتقدم للرجح من الخارج بنصف طول في المركز الأول رجح للمركز الأول مع محاولات تأتي من قبل قرير الآن في المركز الثاني وأيضا من قبل أيضا هيوفة التي تحاول مع تقدم على الله للمركز الثاني رجح على الله رجح على الله ومحاولات للدخول من رجح وعلى الله رجح على الله ومحاولات غرنوقة مع المنعطف الأخير لمهور الوطن عمر السنتين لتسجيل انتصار الأول في سجلها على الله ورجح ارجح على الله ارجح على الله ارجح على الله ارجح على الله ارجح المركز الأول على الله ومحاولات هيوفة وأيضا محاولات تأتي من قبل قرير وما شاء الله رجح رجح المركز الأول لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز المركز الثاني لقرير